صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الاثنين 20 تموز. سوق الياسمين بأسواق بيروت، أمسية موسيقية للفنانة المصرية مريم صالح بمترو المدينة، آخر إصدارات الكتب مع زميلتنا مريم الحاج، وفقرة سينمائية لنتابع فيها آخر أخبار الفن السابع. أما ضيوفنا لليوم فهني وديع عبد الأحد رئيس لجنة مهرجانات ظهور شوير وعيد المغتربين لنحكي عن المهرجان لهالسنة، بالإضافة إلى الموسيقي جون بول جلوين. ولكن البداية مثل كل صباح بتكون مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية، ومعنا على الخط الأستاذ غسان الطقش لناخذ منه تفاصيل عن طقس بداية الأسبوع. أستاذ غسان صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل عن الطقس لهالأسبوع. الحال العام متوعينا لهالأسبوع، طقس موسمي معتاد على الحوض الشرقي المتوسط. الطقس المتوقع بلبنان خلال الأيام الثلاثة الجاية غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر درجات الحرارة. درجات الحرارة متوقعة على الساحل لنهار الاثنين بين 22 و 31، فوق الجبال بين 18 و 26، بالارز بين 16 و 24، نعم، بالداخل بالبقعة بين 17 و 35، نعم، التلاتة على الساحل بين 22 و 31، فوق الجبال بين 16 و 26، بالارز بين 17 و 24، بالداخل بالبقعة بين 18 و 35. نعم، بالنسبة لنسبة الرطوبة اليوم استاذ غسان قد ايه رح بتكون تقريبا؟ الرطوبة نسبية على الساحل بين 60 و 85%. وحرارة المي؟ حرارة المي 27 درجة. نعم، هولي كل التفاصيل. فإذا أيوة، نحن بنتشكرك وبنتمنى لك نهار حلو. شكرا وانت بألف خير. جوال صباح الخير. صباح الخير بيارات لك للمشاهدين. من بعد غياب الصحف فترة طويلة بمناسبة عيد الفطر يلي بنتمنى مجددا ينعاد عليكم بالخير والبركة، اليوم إصدار جديد وعناوين بتعطينا كل تفاصيل الوضع السياسي بلبنان والعالم العربي والعالم. نبدا اذا جولتنا مثل العاده مع عناوين صحيفه النهار. سلمان استقبل جعجع وجملاط في الاليزي، بين انصار وكفريا من خطفت تشيكيين، لقاء العاهل السعودي ورئيس القوات يكتسب دلالات بارزه داخليا واقليميا، جبهه النصره تحدد دفتر شروط جديدا لملف المفاوضات في شان المخطوفين. ضمن اسرار الالهه، سال رئيس حكومه سابق هل بات ممكنا معرفه موعد انسحاب مقاتلي حزب الله من سوريا بعد اقرار الاتفاق النووي، ام ان ما بعد الاتفاق سيبقى كما قبله لهذه الناحيه. يقوم مرجع سابق باتصالات بعواصم القرار بعيدا من الإعلام كي يبقى لبنان خارج عملية تقاسم النفوذ في المنطقة. ترى أوساط سياسية أنه كلما اقترب التيار الوطني الحر من القوات اللبنانية فإنه يبتعد عن حزب الله. سمع دبلوماسي أوروبي يقول إن إسرائيل لن توافق على إقامة دولة فلسطينية إلا بعدما تنتهي من رسم حدود دولتها النهائية ببناء المستوطنات. وبختم مع افتتاحية النهار بقلم نيلة تويني ومقال اليوم بعنوان جورج الريف يتحدى الأمن والقضاء. منتابع جولتنا مع عناوين صحيفة السفير، أزمة النفايات نحو التفاقم والمشنوق، اتركوني وحيدا، عباس إبراهيم يعيد تثبيت صفقة تحرير العسكريين. تهافت دولي على قطف ثمار التسوية النووية، واشنطن ترفع لهجتها التسويقية للاتفاق وخامنئي يذكر بغطرستها. مقدمات ثورة في أوروبا، هل ينفجر الغضب كانتفاضة العام 1968؟ وأيضا بصحيفة السفير، السباق البرتقالي ينطلق، لقاء الأهالي مع العسكريين المخطوفين، زلزال المراهنات يضرب الرياضة اللبنانية. أيضا في العناوين، إيران ما بعد الاتفاق النووي دوليا، وبعنوان أخير تفجيرات غزة حضور مريب لداعش يتقاطع مع الاحتلال. من السفير جولتنا بتتابع مع عناوين صحيفة الحياة، عشرات القتلى والجرحى في عدن ومجزرة بقصف حوثي على المدنيين، الجماعة تحتجز 2000 أسير دروعا بشرية في قاعدة العند الجوية. كتائب القسام لا تتهم إسرائيل وشكوك بتورط داعش، تفجيرات تنذر قادة حماس والجهاد. برلين تعرض وساطة بين طهران وتل أبيب، الحرس الثوري يرفض المساومة على البرنامج الصاروخي الإيراني. قوات النظام وحزب الله تفشل في سيطرة على الزبداني بعد 600 غارة، منشورات للتحالف تعد الرقة بالحرية. غضب في الكويت بعد تبجيل نائب عماد مغنية.
أيضا في صحيفة الحياة تأكيدات عراقية أمريكية لتأجيل اقتحام الفلوجة والرمادي، دمسي مواجهة داعش حرب أجيال، القاعدة يوسع ضرباته غرب الجزائر، تكهنات باغتيال معارضين واستخدام قوات أجنبية، مؤامرة الحكم العسكري تغذي خيال الأمريكيين. جولتنا بالتابع ومن بعد الحياة، عناوين المستقبل يلي كتبت اليوم: النفط مقابل التشريع، أهالي العسكريين يزورون أبنائهم لدى النصرة، وخطف تشيكيين قيد المتابعة الأمنية والدبلوماسية. وبعيدا عن الأخبار السياسية بصحيفة المستقبل، صورة رئيسية لشارع الحمراء يلي غص برواد المهرجان من مختلف الأعمار امبارح بمهرجان عيش الحمراء، وعنونت هالصورة صحيفة المستقبل: عيش الحمراء عيش الفرح. أيضا في المستقبل، خامنئي: سنواصل دعم أصدقائنا في اليمن وسوريا والعراق والبحرين ولبنان، اتفاق فيينا في عهدة الكونغرس لستين يوما. المنامة تستدعي السفير الإيراني احتجاجا على تصريحات المرشد. خسائر كبيرة للمتمردين أثناء تحرير حي التواهي، مجزرة للحوثيين في عدن. بالعناوين الداخلية في المستقبل: إيران بعد الاتفاق على من تصرف الأموال، صرخة أنصار الله بوجه حزب الله. المستقبل: تنشر المخطط التوجيهي لمؤسسة كهرباء لبنان للإنتاج والنقل. وبعنوان أخير: حزب الله يستولي على عقيدة الجيش السوري. جولتنا بتتابع مع عناوين صحيفة الأنوار يلي كتبت اليوم: مجلس الوزراء ينشغل بالاعتصامات والمطامر عن مشكلة آلية عمله، الملك سلمان يستقبل جعجع، غياب رسمي عن اختفاء لبناني وخمسة تشيكيين في البقاع، أهالي العسكريين المخطوفين التقوا أبنائهم في جرود عرسال. بقلم المحلل السياسي: ما دخل الكيديات السياسية؟ 115 قتيلا بتفجير إرهابي لداعش في العراق، اعتقال 431 متهما بالإرهاب في السعودية، المرصد السوري: داعش استخدم غازات سامة ضد الأكراد، المقاومة اليمنية تواصل تقدمها بعد السيطرة على عدن. وأيضا في الأنوار: القوات المصرية تقتل 159 إرهابيا في سيناء. وبختم بعنوان أخير ومع الأخبار الاقتصادية: أولاند يدعو إلى إقامة حكومة لمنطقة اليورو. من الأنوار إلى عناوين صحيفة اللواء وبعنوان الرئيسي: النفايات أمام مجلس الوزراء الخميس والتحضير لبروفة عونية جديدة، الملك سلمان يستقبل جعجع، وجنبلاط في الإليزي اليوم وزيارة المشنوق غدا. اليوم بصحيفة اللواء مقالي بقلم صلاح سلام بعنوان: سؤال أمريكي عن الاتفاق النووي، لماذا يتوجس الأصدقاء العرب؟ أيضا في العناوين: مجزرة حوثية ضد المدنيين، 257 قتيلا وجريحا، قوات هادي تحاصر القصر الرئاسي في عدن والعند في لحج، الملك سلمان يستقبل وفد حماس، تأكيد الاحتضان العربي وثمار إيجابية. تضم 431 إرهابيا نفذوا وخططوا لعمليات إرهابية، السعودية تعلن القبض على أكبر خلية لداعش، داعش يفجر الملعب الأولمبي في الرمادي. وبعنوان أخير أبو جمرة للواء: حقوق المسيحيين بانتخاب رئيس وليس بالبحث عن صلاحياته وهو غائب. منتابع مع البلد وبعنوان الرئيس: غموض بخطف تشيكيين ومشاورات قبل الخميس، شئنا أم أبينا لبنان يعيش الفيدرالية، في العيد معارك الخرز جبهات مفتوحة، أسباب وحجم مشكلة حوادث السير في لبنان، وبصورة رئيسية: وجع متنقل. ومن البلد إلى الصحف الأجنبية وبترجمة العناوين The Daily Star اليوم: الغموض يلف قضية المخطوفين التشيكيين الخمسة، مصادر أمنية: من المرجح تورط السائق في محاولة لعملية تبادل مع أخيه المخطوف. وأيضا بصحيفة الديلي ستار: جعجع يطلب دعم الملك سلمان. من الديلي ستار إلى لوريون لوجور: مفاوضات مكثفة متوقعة قبل جلسة مجلس الوزراء، بالعنوان الرئيسي. وفي الملف الرئاسي أيضا: الراعي يطلب وبكل صراحة من التيار العوني الذهاب إلى البرلمان. بقضية مقتل جورج ريف: مطالب مكثفة لضمان تحقيق العدالة. وضمن الشلل السياسي: لبنان يمكنه أن يخسر ملايين الدولارات.
نتابع جولتنا مع الشرق، وفي عناوين: أزمة النفايات في الشارع وإلى مجلس الوزراء، الخارجية الفرنسية للشرق قلقون من التعطيل في لبنان، نهاد المشنوق إلى فرنسا وجعجع إلى السعودية، والراعي يستنجد بمرش إربيل. السعودية تشن حملة ضخمة ضد أوكار الإرهاب وتعتقل المئات، وضمن رأي الشرق بقلم عون الكعك التسوية مهما طال الزمن. كيري لم نصبح حليفا لطهران، المصارف اليونانية تفتح أبوابها اليوم، داريان نحن أول من قاتل التطرف، اليمن المقاومة الشعبية تتقدم ضد الحوثيين، وأيضا في صحيفة الشرق غزة تفجير 5 سيارات لحماس والجهاد، وبصورة رئيسية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عم يستقبل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع امبارح. ومن الشرق إلى الشرق الأوسط، وفي عناوين: مذبحة حوثية في عدن والمقاومة تزحف نحو القصر، المتمردون يلوحون بموقف التعاون من الأمم المتحدة ومثلث العند بيد أنصار هادي، أوباما يتحدى الكونغرس ويذهب بالاتفاق النووي إلى مجلس الأمن، البرلمان الإيراني يطالب بتسلم نصه فورا ويستجوب ظريف وصالح غدا، استهدف السيارات قادة في القسام والسرايا، حماس تتلقى رسالة تحد ب5 تفجيرات في غزة، يستقطب المقاتلين بوعود الثراء وشعار البترول للمسلمين، داعش يروج لدولته في ليبيا بإطلاق فتاوى النفط ويتجاهل الشريعة، وبعنوان أخير: حكومة البشير تلوح بغصن زيتون وتتعهد بحوار لا يستثني أحدا. جولتنا بالتابع، ونوصل إلى عناوين صحيفة الأخبار وبعنوانها الرئيسي: جريمة الصيف انهيار الدولة، شروط جديدة للتفاوض على إطلاق العسكريين، إطلاق السجينات أولا، لبنان اختفاء 5 تشيكيين في البقاع سعيا إلى صفقة تبادل، وبعنوان أخير: نيال مين إلو مرقد عنزي في قبرص. وجولتنا بنختمها مع عناوين صحيفة الجمهورية يلي كتبت اليوم الخميس: آلية أو دوران في التعطيل، شفاء بولس اليموني أعجوبة جديدة للقديس شربل في الكورة، فرص لبنان في نيو إيران موضع شكوك. بالأخبار الرياضية: أرسنال يوجه رسالة قوية لمنافسيه بإحرازه الكأس الأسيوية، وبختم مع الصورة الرئيسية: الراعي يتضرع لانتخاب رئيس، صورة للبطريرك الراعي خلال زيارته إلى بعكفرة لمناسبة عيد مار شربل. ومع هالصورة من صحيفة الجمهورية ممكن وصلنا لختام جولتنا على الأخبار السياسية وعناوين الصحف، بريك وبنرجع. جولتنا الثقافية إلى اليوم منبلشها من سينما متروبوليس، واليوم اختتام فعاليات استعادة أسبوع النقد يلي تم خلال مهرجان كان. اليوم عرض لفيلم شارك بالمسابقة الرسمية، هو الفيلم اللبناني ويف 98، الفيلم القصير يلي نال جائزة السعفة الذهبية للمخرج إلي داغر. تنين منكون على موعد مع سيني كلاب بجامعة الانديو بالتعاون مع فونداسيون إيميل شاهين للسينما. اليوم امتنعوا عن البوح باسم الفيلم، هو فيلم مازال سري حتى الآن، ولكن الموعد ثابت على الساعة 7 بعد الظهر، ويلي الفيلم حلقة نقاش. من الانديو بننتقل إلى مهرجانات ذو إمكيال يلي بتفتتح فعالياتها ب 23 الشهر مع الفنان زياد الرحباني. يعطي فقير كانو المصاري قشطت لحالة عهيدا لتفي وهيدا كتير حلوة دي حلوة دي حلوة دي. من زوم كيل إلى إهدنيات يلي بتفتتح فعالياتها لها الصيفية ب 25 الشهر مع رويال موسكو بالي.
مواعيد كثير نحن بانتظارها بهدنيات، كمان مشاركه اخرى للفنان زياد الرحباني بالاضافه الى انريكي اغليسياس وغيرهم. بننتقل هلا الى مهرجان الاغنيه المسيحيه الثامن تحت عنوان سلامي اعطيكم، بتدعي فأذن جمعيه لتكن مشيئتك لها التظاهره الدينيه، مشاركه كثيره للمرنمين مثل ايمن كفروني، جمانه مدور وغيرهم، بالاضافه كمان الى الاوركسترا الفيلهارمونيه التابعه لموسيقى قوى الامن الداخلي وجوء شبيبه مارلياس انطلياس بقياده المقدم زياد براد. الفعاليات بتنطلق ب 24 تموز وبتستمر ل 26 تموز، الاختتام مع المرنمه جمانه مدور وجوزيف خليفه. يا سيد الرحمه يا سيد الغفران عليت بسماحك. الميوزك هول بالووتر فرونت بيستقبل ذا انغامي سمر بارتي مع مشاركه لفنانين كتار من بيناتهم ذا افنر، هالفرقه العالميه يلي سجلت مؤخرا نسبه نجاحات كثيره بكل الاغاني اللي عم بيقدمون، بالاضافه الى مايكل كالفان، جيد، فادي فري وغيرهم. الموعد ب 27 الشهر على الساعه 8 بالميوزك هول ووتر فرونت. إلى وجهة بيروت منضلنا بالووتر فرونت، ولكن هالمرة بمركز بيروت للمعارض يلي بيستقبل معرض استعادة للفنان اللبناني وجيه نحلي، الافتتاح ب 23 تموز وبتستمر فعاليات هالمهرجان ل 31 أو هالمعرض ل 31 آب. هالمعرض بيجي برعاية من وزارة الثقافة، الافتتاح ب 23 تموز على الساعة 7 بعد الظهر. منكفي مع مواعيدنا وعرض لعرضين اضافيين لمسرحيه حب وحرب على السطح حكايه طرابلسيه، هالعمل يلي جمع شباب وصبايا من جبل محسن وباب التباني، كتابه واخراج لوسيان ابو جيلي وانتاج جمعيه مارش. العروض الاضافيه ب 28 تموز و7 اب على مسرح المدينه بتمام الساعه 8. خديجه اخت العائشه وعمر خيا واحمد. من بعد موعد اول خلال الشهر الماضي بالكولونال بير بالبترون، نسخه ثانيه من ذا شور لاين سيشنز ولكن هالمره باللونج بيتش بالمناره، مشاركه فنانين كتار من بيناتهم عمر سليمان من سوريا، ريسلس ليج سيندروم من النمسا، بالاضافه الى مي وليد من مصر وزيد حمدان من لبنان. البقاع يكرم مرسل خليفة وذلك بمبادرة من اتحاد البلديات ببلدية رشيا، الجمعيات وهيئات المجتمع المدني برشيا والبقاع الغربي. الموعد نهار الجمعة 7 آب بمدرج قلعة رشيا الوادي على الساعة 8، وبالإضافة إلى الكلمات اللي رح بتم إلقائها خلال هاللقاء رح يتضمن مقطوعات موسيقية وأغاني للفنان زياد الأحمدية وفرقته، بالإضافة إلى إنشاد أغاني للفنان مرسل خليفة بمشاركة مجموعة من كورال جمعية الكشاف التقدمي. فإذن الموعد ب 5 آب على الساعة 8 بمدرج قلعة رشيا. هيك منكون اختتمنا جولتنا الثقافية والفنية لليوم، اليوم الاثنين بداية الأسبوع وكمان انتهاء شهر رمضان، أكيد الطرقات اللبنانية عم تشهد على حركة سير ناشطة. خلينا نشوف التفاصيل مع جوال. صراحة بعتقد ما كتير تغير الوضع بحسب ما عم شوف على الكاميرا، على القليلة على جسر سليم سليم لأنه الحركة سالكة جدا للسيارات بالاتجاهين. مننتقل إلى الزلقة، كمان حركة سير ناشطة نوعا ما من دون توقف من دون عجقة. مننتقل إلى مثلث خلدية اللي عم يشهد على حركة طبيعية جدا بكل المحاور. المؤهل الأول فداء أبو ظاهر معنا من غرفة التحكم للمرور ببيروت، صباح الخير. يسعد صباحك، يعطيك ألف بعد عيدناك
شاء الله ينعاد عليكم. ينعاد عليك. إن شاء الله للجميع. ينعاد عليك أنت كمان وعلى كل أعضاء غرفة التحكم المروري، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك. تفضل. نعم، بالنسبة لحركة السير اليوم الاثنين 20/7/2015 أكيد مثل كل بداية أسبوع وخصوصا بعد انتهاء عطلة عيد الفطر السعيد، إن شاء الله ينعاد على الجميع. وعليكم. عم تشهد كافة المحاور حركة سير ناشطة إلى كثيفة بعض الأحيان. نعم. وخصوصا على مداخل العاصمة. فبالنسبة للمدخل الشمالي أكيد عنا حركة ناشطة من جسر الكازينو باتجاه جوني وصولا إلى نهر الكلب. نعم. عادية من نهر الكلب حتى الضبية. نعم. كثيفة من الضبية مرورا بالنقاش، أم طلياس، جل الديب، نهر الموت، وصولا إلى الدورة، شارل الحلو، وسط بيروت أكيد ونعوائق. أوكي. المدخل الشرقي عنا حركة ناشطة من الجمهور باتجاه الصياد وصولا إلى اقتصاد الياس الهراوي والأشرفية، ومن الصياد باتجاه اقتصاد إميل لحود كمان دون عوائق. نعم. المدخل الجنوبي عندنا حركة ناشطة إلى كثيفة من الناعمة باتجاه خلدي. نعم. من خلدي بتصير الحركة طبيعية حتى شوي فيت وصولا إلى الحدث الكفاءات. نعم. ومن خلدي باتجاه أنفاق المطار كمان الحركة ناشطة وصولا إلى المدينة الرياضية، جسر سليم إسلام، وسط بيروت. من خلدي باتجاه الوزاعي كمان عندنا الحركة ناشطة وصولا إلى جناح اليونسكو. نعم. بالنسبة للشوارع الداخلية للعاصمة عندنا حركة صباحية ناشطة على كورنيش المزرعة بالاتجاهين، على كورنيش تلفزيون ثالث الخياط عندنا من اونيسكو باتجاه عائشة بكار وصولا إلى الصنايع حركة ناشطة. نعم. الوجهة البحرية عندنا حركة طبيعية بالاتجاهين. اوكي. بالنسبة للتقاطعات والمستديرات عندنا حركة صباحية ناشطة دون عوائق. نعم. بالمبدأ كنا متوقعين أنه يمكن من بعد انتهاء شهر رمضان يكون في عجقة على الطرقات مثل ما قلها بالعادة تكون، بما أنه بيتبدل الدوام الرسمي خلال شهر رمضان، بس أنه بعدها مقبولة نوعا ما. نعم. يعني نعم. أنا مش أنه مسكرة الطرقات. لا لا أكيد في اهتمام بموضوع السير وعناصرنا موجودين وبيسهل السير للعالم. 100% صحيح. نعم. 100% عم بقول، يعطيكم العافية. الله يعافيكي. بخصوص حوادث السير، للأسف الشديد امبارح سجل عنا 17 حادث سير نتج عنه 4 قتلى و28 جريح. 17 كتير. فبنشر المواطنين الكرام يعني بهالفرصة هيدي عدم يعني استغلال الأعياد والمناسبات بالتهور بالقيادة، بل خلونا مبسوطين يعني للفرح والهدوء واستكمال السعادة. مزبوط. نعم. 100%. يعطيك العافية المؤهل الأول فداء أبو ظاهر. نعم. نعم. الله يعافيك. بذكرهم طوالي 1720 لتحكم المرور نحن بخدمة المواطنين. صرنا حافظينهم، يعطيكم العافية. بس مشان تذكير يعني. أكيد أكيد. شكرا لك. بريك ونرجع نتابع أخبار صباح. صباح الخير. مع انتهاء عطلة الأعياد بتنتهي الاستراحة ومنرجع لحالة المد والجزر. بينضاف للملفات السياسية المتراكمة ملف بيئي بامتياز، فبعد الرئاسة وآلية الحكومة والتعيينات وملف العسكريين المخطوفين بيطل ملف النفايات ليهدد بيروت وجبل لبنان. عيد الفطر السعيد محطة واستراحة أمام سكة قطار البلد المزروعة بالألغام. إذا كانوا بعض السياسيين وضعوا الحواجز والعراقيل أمام الحلول، فاللبنانيين بشهر رمضان المبارك فرشوا وسط بيروت بالورود استقبالا لعيد الفطر السعيد. سوق الياسمين بتنظيم من سوليدار مساحة امتزجت فيها رائحة الياسمين بالفرح والأبل، هي مناسبة للتأكيد على أنه لبنان بيرفض خطاب الفتنة ليبقى الشارع يحاكي فرح الناس وأحلامهم وتبقى بيروت عاصمة للحياة. تقرير لزميلتنا رويدة الصفدي من تابعه سوا. نقيلي أحلى زهرة يا فراشي، نقيلي زهرات البقل الشعرة على شعرة تشكيلي. بأسواق بيروت فاحت رائحة الزهور الجميلة وتزينت المحلات بأضواء الليل الساحرة، ومع هالأجواء أمضى اللبنانيين الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك بحركة بتحمل معها بركة عيد الفطر السعيد. وليكون العيد شكله أحلى، أعادت شركة سوليدار افتتاح سوق الياسمين. بلشنا سوق الياسمين بأدار على عيد الأمهات، ولا إقبال كتير قوي وحبت العالم الفكرة أنه رجعت أسواق زهور على وسط بيروت، وحبينا نعمله بعيد الفطر لنرجع نحيي فكرة الزهور والأسواق المفتوحة. هذا رمضان الحقيقي بدنا مع الموسيقى
مع الأذان بنفس الوقت ومع كل الحياة الحلوة. العالم عم يشوفوا شيء جديد مثل ما شفته كله مزهر، وكمان في موسيقى، الأجواء موسيقى وهيك، وإن شاء الله يعني هلأ بالفترة العيد يكون في أكثر حركة. هيك أحسن من أول بكتير، أنه لا كان لا في زهور ولا في شيء، هلأ صار واحد بياخد طلبه أول شيء، وثاني شيء بياخد كل شيء لازمه من زهور وشتول للبيت. الحركة والريحة حلوة، يعني سوق الياسمين لا اسم عمو سما. هيهاتي طلوا الحلوين، هيهاتي طلوا الفروش عضروب ياسمين وبقلبي حلو. فرحة الصائم بتكمل بليلة العيد، الليلة يلي بتسارع فيها الناس لاستكمال باقي التحضيرات وشراء كل ما يلزم ليوم العيد. أدوية، عالم عم تمشي رايحين جايين، الأهالي عم يشتروا لأولادهم تياب، إنه حاسين في عيد عن جد. الورد أنعشت أو جابت عالم وخلقت حيوية وألوان والموسيقى، ومثل ما شايفين الأضوية، يعني هيك بتحسي حالك عن جد جو عيد، وهذا الشيء أثر على الحركة، الناس عم بيجوا أكثر، الناس فرحانة، يعني بتحسي عم بيجوا مبسوطين وعم بيضحكوا، يعني من أول الشارع بتحسي في بسمة على وجههم. كثير في حياة، وإن شاء الله على طول يضل هيك منور السوق. في كثير كثير عجقة، يعني كل ما بدنا نروح محل في كثير عجقة، والبيروت هالسنة أحلى من سنة الماضية، بحس إنه كتير مبسوطين. الحركة قبل رمضان ممتازة ممتازة ممتازة، يعني أنا على فكرة بضيع وقتي هون لأنه في عالم، بس إذا بدنا نحكي عن البرج قبل الحرب، يعني تاريخ البرج كان ليل ونهار واحد. حلو رمضان هيك، وهلا خاصة آخر أيام العالم بلش حضر للعيد وبجيبوا تياب وهالقصص، حلوة الأجواء، يمكن الواحد لو قصده هيك شايف العالم خلص بيتسلى. وتعود تحت ناطرنا الورود، تحلى وتغمرنا بوعود خضرة وتذكرنا وتحلى زمان. بيروت الساحرة بأعيادها بعد البوصلة الأساسية والخيار الأول لكل سائح ومغترب أحب إنه يعيش جو العيد بفرح وسلام. جميلة جدا، يعني فعلا جميلة، احنا اصلا من مصر بس هي مدينا الاحساس الجميل باحساس زي مصر كده بالظبط، يعني الاحساس الفرحة والاحتفالات بالعيد كل سنة وانتم طيبين. حقيقي جميلة، يعني فيها جو مختلف عن اللي انا متعودة عليه، يعني جديد، يعني لا لطيف. يعني هنقضي كل العيد في بيروت وهي جميلة. انا صراحة اليوم بعدني واصل من انجولا وجاي عيد مع أهلي أكيد، وإن شاء الله بنتمنى الوحدة الوطنية لكل البلد بقى، ويحل بقى هالسلام ونخلص بقى من هالمشاكل كلها. وما في تحضيرات كتير بتعرفي، يعني إحنا جايين زيارة بس هون، يعني نروح مطعم أو شيء وخلص. أجواء حلوة كتير، وإن شاء الله بينعاد على الجميع بالخير والسلامة. أجواء منيحة، هلا بعد ما في عالم كتير، بس بحس إنه ما بعرف بعد الإفطار يمكن بيصير في عالم أكتر، والمحلات مفتوحين. بدنا نجيب له اواعي العيد للولد، ونحن حضرنا حالنا خلاص جاهزين ان شاء الله. وبيروت حلوه بتجنن، يعني المساجد اي والله. نحن جايين من كاليفورنيا يعني كزياره للبنان، عم نشوف الفرق. اشتقنا كثير يا حبايب، نمشي ضروبنا سوا مهما يطير، يا حبايب تبقى قلوبنا سوا، يا حبايب من العالم مرتاحة نفسيا ومرتاحة ماديا، بس في فئة صغيرة وفئة كبيرة. لا هيدا البلد بدنا نضل فيه، ولح رح نضل ندر، مش رح نضل بالبيت مشان اشياء تافهة. للعالم قولي نعاد عليهم بالخير كلهم، كل العالم، واهلا وسهلا بالمغتربين اللي عم يجوا كمان، هودي مغتربين معي هلا كمان جاي من استراليا، كلنا عم نركض على المستقبل، ان شاء الله يكون مستقبلنا منيح.
كلمة جديدة، شخص جديد التقت فيه الكاميرا، على ذوقه بيحكي شو عم بفكر، منشوف شو هي الكلمة لليوم. عندي 3 بنات. على طول يا ماما على طول هيك بتقول يا رب يجينا واحد لياخذها البنت، ما بتصدق امتى يطلعوا بتجر جوزها واولادها واكل وهيدا بده وهيدا بده وهيدا، وتعرفي ربطة خبز ما بتكفيكي. معك 500 ولك كم 500 اخذت؟ جايين لعندي كيف بدك تخليهم اولاد؟ شو يركب مقلتنا صهرنا؟ بدك تبيني له كل شيء حتى ان هي عايشه منيح ياخذها الشاب معه بكير احسن، بصير بيتعود عليها، هي بتعرف اخلاقها وهو بيعرف اخلاقها، تجهل تجهل معه، إذا كبرت بتتأنبر. وعدي بقى إذا فيكي تهديها، هيدا لا ما بدي، هيدا ما بيكفيني، تشتغل وعندها سيارة وعندها مصاري، هي هون المشكلة. خلاص ما قدر وبيقدر يعيشها وبيروتي. ما بقى في حدا مسلم مسيحي شيعي اللي بيعيش بنتي برفاهية أنا بكون مبسوط. مصروفي يخرب بيتها لشي اللي هيدي المد دولار بتعمل لك شيء يا ماما، بس انصرفت ندب فيها العفريت يلا راحت. عدي بقى اولادي جابوا لي، انا ما جبت، كان عندي وقلت لهم ما عندي، كثير بحب الالوان المفرفحه، مناكير وقصه شعري قبل كل شيء، الغامق وهيدا بيغم على القلب، بدك شيء يفرفحك. كلمه اليوم كتر خير الله. من كلمة اليوم إلى لقطة اليوم، من بعد بريك ومنرجع لأخبار الصباح. Lucy, go get Coco is not letting the baby. There seems to be a recurring theme here in the Stettler house. If you hear that noise here, this would be a certain white dog with something that belongs to the baby. اليوم الاثنين وموعد ثابت مع زميلتنا مريم الحاج لتطلع معها على اصدارات جديده بالروايات. مريم صباح الخير. صباح النور. صباح الخير، كيفكم بعد هالعطله بعد الاعياد؟ نحن منيح تمام. يس. نعم، شو محضرتين لنا لليوم مريم؟ اليوم الكتاب هو حدث العام بعالم النشر، وهو الكتاب يلي عامل حاليا ضجه كتير كبيره بالاوساط الادبيه، جو سيت اي واتشمان او عين لنفسك حارسا، هي رواية للكاتبة الأمريكية هاربر لي، وهي رواية تانية بعد To Kill a Mockingbird. و 14 تموز كان موعد صدور هالرواية، ولما عطشوا الموعد طبعا طوابير الجمهور أمام متاجر بيع الكتب بدأت تتشكل من قبل بنهار، وبسبب الإقبال الهائل على شراء هالرواية فتحت المتاجر أبوابها حتى منتصف الليل. من كم شهر كنت حكيت عن إعلان صدور تاني رواية لهاربر لي صاحبة الرواية الشهيرة To Kill a Mockingbird، ويلي تحولت إلى فيلم شهير حامل كمان نفس العنوان، وكنت حكيت كيف هالإعلان أثار موجة من ردود الأفعال تباينت ما بين الدهشة واللهفة والتشكيك، وكنت كمان وعدكم أنه لما رح ترجع تصدر هالرواية رح نرجع نحكي عنها بالتفصيل. Go Set a Watchman صدرت هالرواية وبتجري أحداثها بعد 20 عام على أحداث رواية لي الأولى، وبتضم هالرواية الثانية بعض
شخصيات من الرواية الأولى. To Kill a Mockingbird مثل ما معظمنا بيعرف هي رواية بتتمحور حول العنصرية والظلم بالجنوب الأمريكي خلال الخمسينات من وجهة نظر الفتاة سكوت بنت المحامي أتيكوس فينش يلي بدافع عن رجل أسود متهم باغتصاب امرأة بيضاء. اليوم بجو سيت اي واتشمان بتصير سكوت امرأة ناضجة وبتعود لزيارة والدها فينش بمدينة مايكوم الخيالية بولاية ألاباما. هيدي باختصار إذن أحداث الرواية يلي رح اتركها بين إيديكن لا تطلعوا عليها، يلي بس بقدر إلكن يا إن هالرواية منا أبدا أقل أهمية من الرواية يلي سبقتها لأنها بتتعامل مع قضية أعقد بكتير هي آراء الكبار بالفصل العنصري بهيداك الوقت. إذا كانت To Kill a Mockingbird قرأت مسألة التمييز من وجهة نظر الأطفال يلي من السهل إنه ينظروا إلى الأشياء على إنها إما خير أو شر، بGo Set a Watchman قرأت هالرواية مسألة التمييز العنصري من وجهة نظر الكبار، وهون طبعا بيصعب الطرح أكثر مع وجود المساحات الرمادية. Go Set a Watchman الرواية اللي طار انتظارها أصبحت متوفرة بعد ما صدرت الطبعة الأولى منها بمليونين نسخة بالولايات المتحدة وبدأ بيعها بسبعين بلد بوقت توفر كمان مترجمة إلى سبع لغات يوم صدورها. طبعا هيك خبر أنا كتير بنبسط فيه لأنه من النادر أنه يحصل، ويمكن بعالمنا العربي أبدا مش ممكن يحصل. مزبوط، هذا اللي كان بدي أقوله بالأول قبل ما أسألك السؤال، أنه جملة كتير حلوة يعني صدرت بالنص يلي قلتيها، اللي هي أنه طوابير من العالم كانت عم تتهافت على محلات بيع الكتب. هذا الشيء اللي يمكن كنا مفكرينه أنه مستحيل يصير بقى بأيامنا، وضلت فاتحة تاني يوم لمنتصف الليل. شيء كتير حلو، نيالون نيالون. قلتي سابقا أنه الإعلان عن صدور تاني رواية لهاربر لي أثار كتير من شكوك حول أنه تكون هاربر لي وقعت ضحية استغلال. هل كانت هالشكوك مريم بمحلها؟ نعم، هي جوال وقتها طبعا صار في شكوك حول انه اصدار هالرواية ما كان بارادة هاربر لي يلي هي اليوم عايشة بدار لكبار السن، وبانه هي حاليا منا واعية تماما حتى تاخد، وما عطت موافقتها وقتها ذكرتي على اصدار الرواية. صار في شكوك وصاروا يقولوا انه هالاصدار راح يصب فقط بمنفعة محامية هاربر لي او بعض الطامعين يلي بدوا يستغلوا هالموضوع. ولكن اجرت ولاية ألاباما تحقيق حول ما إذا كان بالفعل لي البالغة من العمر 89 سنة هي على الأرجح ضحية استغلال تقدمها بالسن، وتوصل التحقيق أنه مثل هالشكوك أبدا ما لها أي أساس. وبالفعل اتضح اليوم مع صدور هالرواية أنها خطوة جدا إيجابية بمسيرة هاربر لي الأدبية. لأن كانوا البعض عم بيقولوا يمكن منا هالقد على المستوى كمان الرواية، أنه يمكن ما بيسوى أنها تصدر، بس لا بالفعل لا، الجواب إجا بالإصدار الثاني للرواية الجديدة. وبكل الأحوال قبلاني ولا مش قبلاني، المستفيد الأول هو القارئ أنا برأيي. يعني 100% جوال عم بتقليه كتير كتير مهم. نعم مريم، الإقبال غير المسبوق على شراء هالرواية صار قبل ما حدا يطلع على الرواية. صحيح. شو سبب الاهتمام الكبير بهالرواية حتى قبل ما يعرفوا الناس إذا كانت هالرواية جديرة بالقراءة أو لا؟ وأنت قلت هي ما بتقل أهمية عن To Kill a Mockingbird. صحيح. هي مجرد لأنها بتحمل توقيع هاربر لي يعني؟ صحيح، وزيادة انه على كفر الكتاب بيارات ما في ابدا اي ما في شيء، القارئ ما بيفهم حتى شو في بهالرواية وصارت هالهجمة. السبب هو اهمية الرواية يلي سبقتها To Kill a Mockingbird. هالرواية لما صدرت بالعام 1960 بلغت مبيعاتها نحو 40 مليون نسخة، واضيفت الى المناهج الدراسية بمدارس وكليات بانحاء العالم. وكمان الرواية حالزت على جائزة البوليتزر عام 1960 وأصبحت من الأعمال الكلاسيكية بالأدب الأمريكي، واعتبرت كمان هالرواية من أكثر الروايات يلي عرفت كيف تتعامل مع مسألة العنصرية. بعد الرواية أتى كمان الفيلم وزاد أهمية على هالرواية وشهرتها. بعد To Kill a Mockingbird ما عادت أصدرت هاربر لي أي رواية أخرى. اليوم بعد نصف قرن، يعني لك قديش المدة طويلة، أصدرت روايتها الثانية. الإقبال الغير مسبوق على شراء هالرواية سببه طبعا الحنين لشخصيات الرواية ولا هالرواية بالتحديد، وسببه كمان الفضول أكيد. نعم. أنه شو بعد بدنا نشوف من بعد هديك الرواية. شكرا لك مريم. أنا بشكركم. انتريسان الاختيار اليوم. أكيد اليوم منشوفك الأربعة.
نالله رأت. نحن متابع حلقتنا ومرحب ضيفنا لليوم وديع عبد الأحد رئيس لجنة مهرجانات دهور شوير وعيد المغتربين. صباح الخير. صباح الخير. كيفك وديع؟ الحمد لله. بعدك عم تحضرنا؟ دائما بعرف. في دلائل كمان. ايه مزبوط. عندي اثباتات يعني. وديع، المهرجان دهور شوير وعيد المغتربين يمكن من اقدم المهرجانات بلبنان، صيتهم واصل لكل العالم بالمبدا، خصوصا اللبنانيين وخصوصا ابناء المنطقه. السنه المهرجان ببلش ب 25 شهر وبيستمر لغايه 8 اب. صحيح. شو الجديد السنه؟ نحن السنه عاملين ذا لبنانيز بير فيستيفال. هلا اكيد البروجرام والفنانين كله مغير عن سنه الماضي، يعني ما نجدد وما نكرر ما نكرر زيتنا. السنه عملنا ذا لبنانيز بير فيستيفال، هي من ضمن الخطه اللي يعني وضعت لها دعم اذا بدك الصناعه اللبنانيه، لان نحن مهرجاننا مش بس فني وثقافي، كمان عنده هدف منه دعم الصناعه اللبنانيه. في صناعه للبيره بدور شوير؟ ما في عنا صناعه للبيره، عنا صناعه عرق اذا بدك. بس حبيت تنتجي عليك خير. ان شاء الله تنتجي. بس في صناعه للبيره بلبنان ومهم كثير، اكيد اكيد هدول اللي عم هدول يعني اللي عم بتضوا عليه. هيدا كان الهدف، يعني ما حبينا نعمل مهرجان بيرة للشركات البيرة العالمية، حبينا بس نخصصها للبيرة اللبنانية اللي هي نوعيتها كتير 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 جيدة. يعني هيدا الجديد بالإضافة أكيد إلى المواعيد الفنية الرياضية، حتى المعرض يمكن يلي بيجمع سيدات دهور شوير، صح؟ بيبيعوا صح. هيدا صار تقليد من سنة لسنة. نحن مفتتحين ب 25 تموز مع الفنان فارس كرم، هو نهار الافتتاح المهرجان. ب 26 عنا نوستالجيا للأصوف، اوتيل الاصوف في معلم سياحي كبير بدهور شوير، يعني بنرجع لاوائل القرن الماضي. السنه حابين نكرم كل هالعمال اللي هن عملوا الفن العربي الاصيل، من صباح لاصمهان لفريد الاطرش. رح يكون بروجرام كتير حلو وكتير غني، وتكريم لكل هالعمالقه اكيد برعايه بمشاركه مين؟ الفنانين يعني كمان هن مواهب جديده، في منهم يمكن معروفين شوي اذا الواحد مش بالوسط الثقافي يمكن ما بيعرفهم، بس في سامر لطي وكمان الشاعر ادهم الدمشقي برعايه وزير التربيه. وراح يكون في شخصيات فنيه حاضره بهيدا الايفنت اكيد، يعني هلا مثلا مدام نجاح سلام اكيد راح تكون موجوده معنا، يعني الله يرحمها ست صباح كمان مش موجوده، بس اكيد بيكون في حدا عم بيمثلها، وهيك لكل هالعمالقه اللي كان اللي مرقوا معنا. هيدا بأي تاريخ؟ هيدا ب 26 تموز. بيرجع نحن ب 31 تموز في عنا عيد الجيش، اللي هو تقليد من سنه لسنه، كمان عنا بدهور شوير مع الفنان زين العمر. بأول اب في عنا ذا لبنانيز بير فيستيفال، كمان باندز من شباب ومواهب لبنانيه جديده كثير كثير مهضومين، مع الفنان كمان ربيع بارود. ب 5 اب الاربعاء اللي بيكون ليلة عيد الرب، كمان في عنا نهار الكروي. نهار الكروي كمان مثل ما ذكرت صار تقليد من سنة لسنة، اللي هي جمعة بتكون لكل أولاد الضيعة، نرجع نجتمع مثل أيام زمان، عشاء كروي بامتياز، والأكل بيكون كله من تحضير ستات دهور شوير. دهور شوير، شو هيدا اللي عم نشوفها هاي الصورة؟ هيدا بسنة 2012 كسرنا جينيس بوك لأكبر بدلة عسكرية اللي كانت باليابان، رجعنا نحن كسرناها بدهورش بوزنا وبطولة. يعني توصل يمكن وزنها كان شي حوالي 500 كيلو بارتفاع 30 مين نفذها؟ هلا عم نحكي عن موضوع سنه 2012، بس بيلفت للنظر صناعه لبنانيه، يعني كمان 100%. ما راح اقول لما تقول عم اعمل دعايه. طب رح تكسروا شي جينيس ريكورد هالسنه؟ السنه لا، ما في عنا تحتيم، ما عاد في ارقام نكسرها بالظهور، يعني صرنا كاسرين كذا رقم هالسنه. ما بقى بدنا نلجا للتكسير خلص، هلا بدنا نصلح. لكن بخمسه اب في سهل في نهار النهار الكروي، اللي هو كمان كل شيء من تحضير ستات الضيعه. وبثمانيه في حفل انتخاب ملكه جمال المغتربين، يعني مثل ما قديه صار عمرها الحفله؟ الحفله من سنه ال 61، يعني تقريبا 54 سنه، وتاريخيا كانت تصير باوتيل الاصوف، يعني مش من هونيك نحن رديناها على اوتيل الاصوف. هلا السنه هونيك؟ كل سنه. كل سنه هونيك. من تاريخيا كانت هونيك، ونحن يعني وقت ما اجى المجلس البلد الجديد رديناها على اوتيل الاصوف. عندك شوي تفاصيل عنها؟ يعني مثلا الصبايا اللي بدهم يتقدموا ويشتركوا ضروري يكونوا من المنطقه؟ هلا الصبايا اللي بدهم يتقدموا كلهم لازم يكونوا مغتربين، يعني عايشين بدول الانتشار. بس اسمحي لي اذكر ونحن بنعملها بالتعاون مع الجامعه اللبنانيه الثقافيه ووزاره الخارجيه والمغتربين، فالصبايا كلهم يا مغتربين عايشين ببلدان الاغتراب او متحدرين من اصل لبناني.
وبكل جالية لبنانية بيصير انتخاب بكندا لفرنسا لأمريكا لأستراليا يعني يجتمعوا من خمس القارات أكيد ساعتها بس يجتمعوا بدور شوية نحن ننتخب ملكة الجمال يمكن بتكون فرصة لها أنه أول مرة يزوروا لبنان في كتير صبايا بيكونوا بعد ما زاروا لبنان هي فرصة لإلهم هالمشاركة صراحة يعني درس استوري توتال من وراء ملكة جمال المغتربين يعني بعد خبرة شخصية وتعاطي مع المغتربين في منهم يمكن مش زارين لبنان بحياتهم عربيتهم كتير مكسرة بس يجوا على لبنان ويرجعوا عم ترجع تتفتح فيهم هيدا حب الوطن والجذور يعني في عنا ملكتين يمكن ثلاثة كمان قرروا يتركوا بلاد الاغتراب ويرجعوا وهي معرفتها يعني قد ايه لبنان بعده عنده هالبوتنشل يكون وطن وبلد حلو والحياة فيه رائعة لأن الموجودين هون عم يفتروا يفكروا يهاجروا لبنان المغتربين عم يرجعوا فهيدا شيء رائع بالنسبة لنا ومن هون انه نحن مش بس مثل ما ذكرت مهرجان فني كمان في رسالة وهو ملكة جمال المغتربين هي جسر تواصل بين لبنان المقيم إذا عم نحكي عن المغتربين اللي عم بيجوا ليشاركوا بالمهرجان بقى كيف أبناء المنطقة وأكيد صار المهرجان مرجع ومقصد مش بس لأهالي دهور شوير كمان لكل لبنان يعني أكيد يعني نحن بسنة الماضي في حفلات كانوا يكون عنا 20,000 شخص يعني ساحة الدهور كلها تكون مليانة يعني من أولها لآخرها وأكيد المنطقة مجهزة بتقدر تستقبل السواح بتقدر تستقبل أكيد يعني نحن كل اللي اشتغلنا على البنى التحتية وقت ما أجيت البلدية الجديدة كمان برئاسة يعني حتى الأوتيلات بدهور شوير في عدد للفنادق كلها ملحوظ حتى البيوت الصيفية كمان عم بتكون كلها مليانة أنا بس ما حين أذكر نحن كل نشاطاتنا عم بتكون مجانية يعني دعوة عامة للجميع هو تقليد بدهور شوير خايفين عم نطلع كل سنة عم نعزمك عم تطلع فإن شاء الله أنا مشان هيك عم مرق لك هيك باس عم بعطيك باس عم بمزح اوكي فاذا كلها مجانيه اكيد وهذا الشيء كمان بعتقد معروف يعني صح وكمان عندنا في نشاطين يعني ب 15 في شوير.life من تنظيم مديريه الشوير هي كمان ليكون في نشاطات كمان بعد المهرجان نشاط حلو عم بيكون على يومين بيستقطب حرفيين وكمان معرض كمان معرض وحفل فني يعني حفل كبير وفي عندنا دورات رياضيه كمان بتبلش ب 19 هي صارت برات المهرجان السنه الماضيه عملنا بطوله لبنان للماونتن بايك يعني بالتعاون مع المنتخب اللبناني كمان عملنا باحراش دهور شوير هي هايكنج تريلز احنا كمان عم نستعملها للهايكنج وبنمشي فيها بالطبيعه يعني نشاطات كثيره بدهور شوير للصيف 2015 الانطلاق مع فنان فارس كرم بس نرجع ب 25 تموز هلا بده يشوف البروجرام في ويب سايت البلديه او البيج تبعنا على الفيسبوك منسيباليتي شوير منسيباليتي دوت دبليو دبليو دوت شوير منسيباليتي دوت جوف صفحتكم على الفيسبوك او صفحتنا على المنسيباليتي بيج او المهرجان يعني كمان وفي اتصل على البلديه الشباب حاضرين تنرد على كل الاسئله ونخبرهم كل شيء جديد هيك عملنا جوله سريعه على ابرز نشاطات السنه شكرا لك ودي عبد الاحد رئيس لجنه مهرجانات دهور شوير وعيد المغتربين عقبال كل سنه بنتمنى لكم التوفيق ميرسي على طول عم تعطونا هالفسحه نخبر شو عنا اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا بريك ومنرجع ووصلنا هلا لفقرتنا السينمائية يلي بتعرفنا على آخر الإنتاجات وأخبار النجوم اليوم حتى مع أبرز وآخر هالأخبار بها التقرير من إعداد زميلتنا ماري تيريز معلوف هاي كاثرين هيجل بفيلم جديد بعنوان جانيز ويدينج Clock has started ticking. What's she waiting for? Her husband. Jenny, I got somebody wants you to meet. I don't have time. I have to help out the food. If you keep on being so picky, you're going to end up alone. Did it ever occur to you that I might actually be in a relationship with somebody? Are you? I am seeing somebody. So when's the wedding? فاتت مثلية بعد ضغط أهلها الكبير إنه تتزوج بتقرر إنه تتزوج صديق عمرها. شو راح تكون النتيجة؟ فيلم كوميدي درامي. Marrying me, will you meet me there? What is it? Honey, what could possibly be so hard for me? I'm gay. What? Kitty and I want to get married, Mom. You're marrying your roommate? She's not my roommate. I know times have changed. I read the papers. I watch TV. We're ordinary people, not rebels. How could we have missed it all these years? Ever since you were a little girl, I thought about your wedding. Now I don't even know if you'll wear a dress. هالفيلم رح نقدر نشوفه بصلاتنا اللبنانية خلال أشهر قليلة.
Kitty isn't my roommate. She is my partner. We're getting married. I used to care so much about what the two of you thought, but not anymore. Why would I? I don't know who you are anymore. Kate Winslet للسينما بفيلم جديد بعنوان The Dressmaker. فيلم مقتبس من رواية لروزالي هام. بتدور أحداثها بأستراليا سنة 1950. How's my mother? Molly doesn't get out much. Myrtle Dunnage, you grew up. You got old. Myrtle Dunnage is back. Haven't seen her since she was a kid. Wonder how she turned out. فيلم كوميدي درامي من بطولتها إلى جانب ليام هامسورث. I don't know why you've come to this hole. Who lives at Mad Molly's now? She's back. The murderess is back. I need to remember the truth. They say that she killed a boy. So where did you go from here? I worked in London, Milan, and Paris. جوني ديب ترك ست التصوير والبايرت كان موجود داخل مستشفى للمصابين بمرض السرطان. هذه كانت مجموعة أخبار سينمائية سريعة استعرضناها سوا. من هلأ لحلقة جديدة فيكن تتابعوا بالصلاة اللبنانية هالأسبوع فيلم بيكسلز وفيلم ترمينيتر وفيلم ماجيك مايك يلي رح ينطلقوا هالأسبوع بصلاتنا اللبنانية. هيك بتكون خلصت فكرتنا. باي باي. منتابع حلقتنا مع ضيفنا الثاني لليوم جان بول جلوان. جان بول صباح الخير. صباح النور. او معروف كمان بدنفري بالوسط الفني، وهلا في عندك صحيح. سيدي جديد، انت مؤلف موسيقي بس عندك كيف بقولوا هيك بتثير شبهات بموسيقتك لانه هي دائما في هيك شيء جديد مش عادي غير اعتيادي عم تطرحه ضمن الموسيقى. هالسيدي شو اسمه؟ تم توقيعه مؤخرا، مبروك. ميرسي. تم توقيعه ب 2 تموز ببيروت سوق. اوكي. واسم السيدي She's All Naked هو It's a concept album، يعني بيتمحور حول موضوع واحد، كل الاغاني حول هيدا الموضوع يلي هو الاشخاص اللي منهم متصالحين مع ذاتهم، مش مرتاحين مع حالهم، ويلي بيروحوا صوب تيحلوا مشاكلهم، عقدتهم النفسيه تيخبوها، بيروحوا صوب عمليه تجميل مبالغه مكثفه اكثريه الاوقات بتكون منا مبرره، بس انه نحن هيك بنتصالح مع حالنا، او بيسيطروا، يعني دائما بيكون عندهم رغبه بالسيطره وبالمانيبيولاسيون، بيتحكموا بالاخرين ودائما بحسسوا الاخرين انه هن بحاجه لالهم، يعني الاشخاص اللي مش متصالحين مع حالهم بحسسوا الباقيين انه هيدا موضوع نفسي. شوي يعني هلقد فتت بالمواضيع النفسيه لتعمل البوم. هي الفكرة طلعت من وراء الغنية She's All Naked اللي هي أول غنية على السيدي، ونزلت بال 2008 وأخذت وقتها رهجة، يعني نزلت على راديويات وفاتت بالتوب 20 بالشارتس وهيك، ولأنه الناس حبتها ولأنه it was successful حبيت أنه كمل أشتغل، يعني يكون عندي عدة أغاني على نفس الكونسبت. يعني نطرت من 2008 يمكن جمعت خبرة إضافية صح؟ تقريبا، يعني هو هو اخذ اذا بدكم اخذ 7 سنين شغل الالبوم، بس ما كانوا 7 سنين. بس الشيء اللي كنت عم بتقوله هو شيء علمي، يعني علمي نفسي مزبوط صحيح. مع حدا ولا هيدا هيك استنتاجك بالحياه؟ لا، هو استنتاجه، هو اكثر شيء مراقبه على المجتمع اللبناني اللي بنشوف انه هيك عم بيصير، يعني بدل ما يشتغل على حاله من جوا ما عم بحسن كثير حاله من جوا، عم بحسن مظهره الخارجي بس ومن جوا ما مشان هيك الغنيه شي زول نيكد. يعني شو بتقول الغنيه؟ يعني من خلال كلماتها شو بتقول الغنيه؟ هي باللغه الانجليزيه، هي باللغه الانجليزيه انه هي بتخبر قصه بنت عم بتجرب تغير بلبسها، عم تعمل عمليات تجميل شوي اكزاجيري، يعني بتقطع بالغنية انه مره بالشهر عندها عملية تجميل، بتغير بلون شعرها، بتعمل تاتو من راسها لكعب اجريها،
كل شيء، بس انه بالاخر الكورس بيقول she's all naked like Adam and Eve، يعني مثل كانه كل هالماسك اللي عم تلبسهم، كل هالاشياء اللي عم تحطوا، يعني عم بيكونوا من برا ما بتوصل لنتيجه، لانه هي من جوا من جوا اكزاكتلي بعدها. احنا رح نسمعها، نسمع شوي. Andrew can realize that no one is spared, even the drug dealer. Take drugs. Take drugs and sure you won't regret. She's my baby. Just playing these songs, these simple songs, which just are captivating, is the whole nice experience about it, where you get to let go, where you get to get creative, and where it's actually nice to be able to translate. حتى الأغنية bring some diapers for my baby. Exactly. كثير العناوين هيك نافرة. مثيرة للجدل. مظبوط. وهون كمان يعني دائما هي من تجربة أبوة. No, هي من تجربة إنه عادة in a relationship يعني نحنا we call. أنا عم بحكي من حالي. We call our girlfriends baby. صح. Which is cute بحد ذاتها، بس إنه مرات بيكون في نقص شوي بالماتوريتي، so ترجع بتصير كأنه baby. جيب حفاضاتي. Baby. مظبوط. هن التايتلز هيك إذا بتشوفوا على CD كلهم هيك، وواحد بفكر إنه بالأول كلهم it's explicit lyrics أو هن they're not، منهم هالقد الليركس، بالعكس بيعالجوا حالات نفسية أو مواضيع اجتماعية أكثر. طيب وقتها بتشتغل على الألبوم يمكن الوضع بيكون مختلف عن وقتها بتشتغل عن أفلام، أنت كمان بتعمل موسيقى للأفلام صح؟ صحيح. صح. في فيلم قصير اشتغلت عليه اللي هو بيروت قلبي. مظبوط. هون قديش بتقعد مع المخرج تتنسقوا العمل، تعرف شو يعني شو المخرج هو بده يبرز، يعني بتنطر يتصور الفيلم تتعمل موسيقتك او بتعمل موسيقتك استنادا لحكي المخرج بترجع بعدين بتزبطوها مع الفيلم؟ هلا هي الاصول انه يصير في جلسه قبل، يصير في ميتينج مع المخرج، حتى انا بطلع على السكريبت، بطلع على الستوري بورد، على كل هذا الستوري هي مزبوط، وبيكون عندنا فكره. هلا اللي عم بيصير بالاخص بالشورت موفيز بطلب انه يوصل لي الفيلم خالص بيكتشر لوكت، وانا بشتغل الموسيقى على هذا الفيلم. بالفيتشر فيلمز بتتغير شوي، بتتغير حالي. ليش؟ بس اكيد لانه اكثر في اكثر ديتايات، يعني لازم في اشياء لازم تتحضر كمان قبل، وحسب ديبيندينج اون ذا موفي في الموسيقى مرات لازم تكون حاضره قبل التورناج، قبل ما يروحوا على التصوير. كمان هون كله بيتعلق بالسينز. خلينا شوي نرجع للاغاني، لانه اللي عم نشوفه كمان شيء كثير غريب. هو كليب لاغنيه صح، Shake Your Belly. No one understood how he got all this. We're the nasty never. Shake, 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 shake. Wake up, you lazy. Shake, 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 shake your belly. Shake, 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 shake. Wake up, you lazy. Shake, 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 shake it like the jelly. Shake, 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 shake. Wake up, you lazy. Shake. هلا الشيء اللي شفناه هو فيوجن بين الغربي والشرقي، واللي هو شيء انت كمان تستعمله باغانيك والموسيقى، بس بهذه الغنيه، بس بهذه الغنيه على الالبوم. وهي شيك يور بيلي اس اش او اي كا، هي لعب على الكلام، هي شيك اكيد نحن هون ما بنقصد فيها شيخ بالمعنى الديني، بس المشايخ يعني رجال السلطه والحكمين يلي بضلهم 30 40 سنه على الكرسي، بالاخص نحن عندنا بلبنان والعرب، وما بيقوموا عن الكرسي وبتحكموا بالعالم بصير عندهم بالي لانه ما بيقوموا عن الكرسي على كل شيء، وابنه هون عم بيقول له شيك يور بالي، شيك يور بالي، يعني عم جرب بيعمل كل شيء يقوموا عن الكرسي. من اخراج مين هيدا الفيديو؟ سامر بستاني. اوكي، شو كمان في اغاني بالالبوم؟ في She's All Naked, Why Won't You Flirt With Me, Bring Me Some Diapers For My Baby, في Dead People Never Complain اللي هي غنية كتبت ب 2008 مع مجمع أمن نور، كانت كمان غنية لوقاية ضد المخدرات. كمان فيها رسالة إنسانية حلوة. Take
drugs, it's like a gleaming spark. Take drugs to light up your dark. Take drugs, you only need a spot. All you can risk is to get caught. Take drugs. Take drugs. Take drugs. Take drugs and sure you won't regret. وين حدين بالراديو؟ فتشتوا عليه كثير. ليك شو قديم الموسيقى. جابل شو بتكون ردة فعل العالم عادة على الأغاني اللي بيسمعوها؟ في يعني أكتر الأوقات الناس عم تفهم، بس حتى عم بيوصلنا لأنه هو المساج شوي controversial. مثلا بهاي الغنية عم نقول take drugs ما تركاش، هيدا المساج. بس هي from the point of view of a drug dealer عم بيقلن للعالم إنه take drugs، ومرات بهذا الماركتينج بروسيس تبعه بيزمد كلمات مثل بيقلن but first provide me with your cash، أعطوني مصرياتكم، تتوصل بالآخر إنه cause dead people never complain. So في كتير ناس بالأول ما بتسمع على الآخر بتقول إنه take drugs كيف أنت عم تروج هدرا، وبضطر جاوب أنا على فيسبوك وعلى إنه لا بليز ارجعوا قولوا الكلمات إنه بالآخر عم بيقول cause dead people. drugs رح توصل للموت بهالمعنى، يعني متكان عم بيقولون إنه بالآخر كلها موتة، بس بس هذا المساج يعني بنفس الوقت في معنيين. أوكي بس الناس أوقات حتى لو بتفهم المساج ما بتقبله بهيك بسهولة، يعني هيك مساجات شوي مش تابو، بس إنه ما بتقطع كتير. بفتكر وقتها تفهمه بتقبله، وقتها ما تقبله بتكون ما فهمته مزبوط. يعني يمكن أشخاص اللي بحالة نكران نوعا ما هن بيرفضوا هيك رسالة من وراء من وراء الأغنية. رح يكون عندك شي نشاطات هلأ، كونسرتس معينين؟ حضر كونسرت بالمبدأ رح يكون بآخر شهر آب أو بأول أيلول، بعد الدات منا واضحة وين رح بيكون. كل هول تفاصيل بعد منهم، يعني بعدهم هلا عم نشغل عليهم. جان بول جلوان، نحن مشكور حضورك معنا، مبروك السيدة. مرسي. حلوين الأغاني وحلوة الطريقة اللي بتوصل فيها المساجات تبعك، مبروك وثانكيو لحضورك. مرسي لكم. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. نحن بدنا نعايد بمناسبه عيدي مار شربل ومار لياس، كل يلي بيحملوا هالاسم وكل يلي عندهم هالاسم بالبيت، ينعاد عليكم كلكم بعيد ابني شربل. خلي ليك بحبك كثير. ونحن رح نسمع ترتيله لمار شربل ونرجع نختم من بعدها. سحرت عشفونك حبه البحور، يا غافي وعيونك لعينينا نور. سحرت عشفونك حبة البخور، قداسك الحق لي مسبحك البيت، بحنية السبي ركعت وصليت. يا شرب ساعدنا، يا شرب ساعدنا، يا شرب لحمي قبل ما نختم حلقتنا عم ننتقل هلا الى التقرير الرياضي لنشوف شو في اخبار بعالم الرياضه. نرجع من عايد بعيد الفطر، بعيد مار شربل يلي صادف امبارح، بعيد مار لياس يلي هو اليوم، ينعاد عليكم بالخير والبركه. نتمنى لكم بدايه اسبوع حلوه وممتعه، بكره حلقه جديده على 7:30 من اخبار صباح، كونوا على الموعد. باي. يستضيف الأولمبياد الخاص اللبناني أول ألعاب إقليمية شتوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تضم 4 رياضات بالفترة من 30 كانون الثاني لغاية 5 شباط 2016، ومن المتوقع مشاركة 450 لاعب ولاعبة ومدرب يمثل 15 دولة عربية. وسب طويل، باسكت، كل شيء بالعصر، سبب ما نكتر أشياء حلوة، ركض وكل شيء. طب هلأ منك رايح على أمريكا تمثل لبنان، كيف هيك حاسس أنت وشو قدي بدك تعطي للبنان؟ بدعت ان تجي حلوه لبنان، بدعت كل شيء بالتيبل تنس. طيب شو اللي قدام انت مخطط لقدام بدك تعمل؟
مخطط كل شيء انه بس اكبر واصير لحالي، بدي اعمل استوديو رياضه، بدي افتح نادي لحالي. اول شيء بلشت فوتبول، باسكت، بين بون، هلا بسكليت وبلعب راكت. التحضيرات ماشية ونحن وياكم سوا بعتقد وبتأمل، لأنه أهم بند عنا هو الصحافة والإعلام. بلبنان بنحب أنه كل شخص عنده إعاقة ذهنية أهله المحيطين فيه يكونوا عارفين ويخلوه يشترك بهالبرنامج هذا. بدي أرجع عيد عن سبيشال أولمبيكس، يمكن نحن هون حضرتك بتعرف لأنكم رافقيننا بالفيوتشر من أول ما أسسنا، بس ناس كتير ما بتعرف أنه الأولمبياد الخاص بيتوجه للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بجميع المناطق اللبنانية مجانا. والله نحن قلنا سنة تقريبا عم نحضرهم عم ندربهم. تدريب أنا عندي بصيدا بالجمعية، في عندي تدريب يومي لهم، وحتى هلأ لما فرطوا الأولاد عم جيبهم مرتين بالأسبوع. ماشي الحال عندي، وببيروت كمان كل مدرب عم يجيب تلاميذه يعني عم يدربهم. الحمد لله إن شاء الله بيعطوا نتيجة بس يسافروا. الحقيقة أول شيء أنا بشكر وسائل الإعلام وأنتم بالذات، لأنه أنتم دائما معنا وتنشرون لنا نشاطاتنا، ونحن بهمنا كثير هذا الأمر، الأويرنس واللي هي الوعي عند الناس ويعرفوا مين هاللاعبين هون وشو عندهم إمكانيات، شغلة مهمة كثير. نحن عندنا برنامج دائم طول السنة بنمرن اللاعبين طول الوقت، فبتأمل إن احنا نجيب نتائج منيحة. بس نحن بسبيشال أولمبيكس عندنا فلسفي معين، فلسفة معينة، مش مهم النتيجة، المهم نحن المشارك، مشاركة الأولاد كليتهم يكونوا مبسوطين وعم يلعبوا، طلعوا للعالم، العالم شافتهم أنه الناس عندهم إمكانيات وبيقدروا يعملوا نتيجة منيحة. نحن عم نعمل جهدنا لحتى نجيب نتيجة، بس برجع بقول لك فلسفتنا أنه كل الناس تشارك يكون مبسوطة باللعبة. الأولمبياد الخاص حركة عالمية تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية فتؤهلهم رياضيا بغية دمج في مجتمعاتهم، وهي تختلف عن البارالمبيك حيث أنه لكل مشارك فرصة للفوز. يدعمها بروتوكول موقع مع اللجنة الأولمبية الدولية منذ سنة 1988، وقد تأسست في لبنان منذ ربع قرن، وهي تعمل مع الجمعيات المختصة على جميع الأراضي اللبنانية من خلال تدريبات أسبوعية ولقاءات مناطقية شهرية وبطولات وطنية إقليمية وعالمية. لبنان من الدول العربية التي تتساقط فيها الثلوج، وهو من أوائل هذه الدول التي اهتمت بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة لإظهار قدرات بغية دمج في المجتمع، مما أظهر مدى الوعي والثقافي والرقي في المجتمع اللبناني. وحيث أن أبطال الأولمبياد في العالم العربي ومنذ تأسيسه يشارك في بطولات رياضية إقليمية وعالمية وبحققوا الكثير من النتائج المشرفة، وكل ذلك بجهود متطوعين يعملون لإظهار قدرات هؤلاء الأشخاص.